بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، إزيكم يا شباب؟ والنهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة الثانية والثلاثون من البوتستراب، وهناخد فيها باقي أفكار أو أفكار تانية فين في الكورس. يعني إحنا مستمرين في الكورس لحد دلوقتي بناخد فيه أفكار. الفكرة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي حاجة اسمها عمل الكيتشن سينك، اللي هو حاجة زي بتاعة المطبخ كده، تمام كده؟ وعبارة عن كارت بيحتوي على صورة، وبيحتوي على عنوان، بيحتوي على نص، بيحتوي على جروب ليست، بيحتوي على روابط. يعني بيحتوي على أكتر من حاجة: صورة، عنوان، نص، جروب ليست، وبيحتوي على إيه؟ على روابط. تعال نشوف الكلام ده هيتم إزاي عن طريق الكاردز. هاجي هنا وأروح أعمل ديف، هدي له كلاس تكست رايت، تكست داش رايت، اوكي تمام كده. بعد كده هقفل الديف دوت، احط باراجراف بي تاج، هقول انا فيه هعمل فيه ايه. هعمل هنا حاجه اسمها عمل الكيتشن، الكيتشن سينك، سينك باستخدام الكاردس، باستخدام الكارد، تمام كده تمام. وبعد كده نعمل هنا كمان بي ار تاج، ونعمل اتش ار تاج عشان كان في فاصل بينه وبين الحاجات اللي قبل كده. ادي بي ار تاج وادي اتش ار تاج، اوكي. وادي كنترول واس وادي اف 12، وكده بقى عندي فاصل ما بين الحاجه الاخيره اللي احنا عملناها والحاجه اللي هنعملها عن طريق الاتش ار، وادي العنوان او الباراجراف اللي احنا ايه كتبناه، تمام كده. تعالى نبتدي شغل جوه دريم ويفر على الكيتشن سينك. هنيجي هنا في الحته ديت ونبتدي نعمل ديف، والديف دوت هنديله كلاس كلاس كلاس، تمام كده. والكلاس ديت هتبقى كارت، كارت اهي، تمام كده. كلاس كارد، تمام. الستايل بتاعها الستايل هنديلها ويدث مثلا 28 ار ام، ويدث وليكن 18 ريم، اوكي. وهقفل دي، ده الديف، تمام. هندي هنا ايمج، وانا مش دي هنديلها السورس بس ار سي، تمام كده. هندور في الايمج اللي عندنا، اظن في ناخد دي تشيكن، ناخد المحمرة دي، تمام كده. هذا بمناسبة ان احنا في المطبخ يعني كيتشن، اوكي تمام كده. وهنديلها كلاس، والكلاس ديت هتبقى كارد ايمج توب، كارد داش ايمج داش توب، اوكي. وبعد كده ندي لها الترناتيف الت، والالت ديت ندي لها مثلا صورة الفرخة المحمرة، الفرخة المحمرة، اوكي تمام كده. وهاجي في الاخر كده واروح اقفل ايه الايمج بتاعتي، تمام. وادي كنترول اس، تعالى نعمل الكارد بودي، هنعمل ديف وندي له كلاس، والكلاس ده تبقى كارد، كارد بودي، اوكي. بعد كده هنقفل الديف دوت، وهنيجي هنا هنبتدي نعمل اتش 5، ده هيكون التايتل بتاعنا اتش 5، نديله كلاس، والكلاس دي هتكون كارد تايتل، كارد داش تايتل اهي، اوكي تمام كده. وبعد كده هنكتب هنا مطبخ الهنا، ده برضه عشان احنا عارفين في المطبخ مطبخ الهنا، اوكي كده. عملنا الكارد تايتل، هندي هنا باراجراف بي تاج، بي تاج، والباراجراف ده هنديله كلاس كارد تكست، كلاس كارد تكست، كارد داش تكست، اوكي. وبعد كده داخل الباراجراف دوت هنكتب يوجد لدينا، يوجد لدينا اكلات رهيبه، رهيب بأسعار رخيصة، بأسعار رخيصة، طبعا مش طبعا وتنوع عالي في الأصناف، في الأصناف، أوكي.
ملوش الله اكبر العظيم، ملوش حل. قال له بعد كده نكتب هتلاقي كل انواع الاكل، هتلاقي كل انواع الاكل. طبعا عشان انا جعان دلوقتي. اوكي طيب كده عملنا ايه باراجراف تمام، او التكست اللي موجود جوه الكارد بودي. احنا كده بره الكارد بودي هنيجي هنا اهو تمام، وبعد كده هنبتدي نعمل ان اوردر ليست عشان نحط فيها ليست جروب. ان اوردر ليست كي نحط فيها ليست جروب، هنبقى كلاس والكلاس دي هتكون ليست جروب. ليست جروب تمام كده، وهنديلها ليست جروب فلاش. ليست جروب فلاش، وكمان هنديلها ليست ايتمز الاي. طبعا انا بكتب الكود بسرعه عشان يعني اوفر في الوقت، بس انتوا يعني المفروض خلاص اتعودنا على شويه حاجات بتاعت الكاردز ديت، فمش في مشكله. في عند ليست جروب ايتم هنا، ليست جروب داش ايتم. اوكي تمام كده، وبعد كده هنكتب مثلا فراخ. تديها فراخ كاملة مش مشاكل. لازم تتشكل كلها دعي بالعربي. اقول له عندنا كمان فراخ بانيه. فراخ بانيه عندنا كمان كبد وجوانص. كبد وجوانص عندنا كمان وراك وصدور. وراك كده بقى مطعم كامل موجود. دي الليست ايتمز اللي هتبقى عباره عندي ليست جروبس نازله داخل مين؟ داخله الكيتشن سينك. اوكي طب ايه كمان عندنا؟ هنحط بادي من تحت كده ونحط فيه روابط. بعد ديت تعالى نضغط في 12 ونلحق المفاتيح عشان نعرف الدنيا وصلت فين. 12 لو نزلنا تحت هنبص لنا يا جماعه، عندي الصوره اهي تمام كده، عندي التايتل، عندي التكست بادي، عندي اللي هي تعتبر ليست جروب تمام كده. تعالى نعمل بادي من تحت ونحط فيه لينكات دي خلاص. ايوه احنا لسه موجود هنا تمام. يبقى هنيجي تحت الان اوردر ليست ديت وهنبتدي نعمل بادي جديد او ديف جديد، سوري ديف جديد ديف. اوكي وهنديله كلاس، والكلاس دي هتكون كارد بادي. كارد بادي اوكي تمام. وبعد كده هنيجي جوه الكارد بادي وهنبتدي نعمل انكورز لينكات يعني ايه، والاي دي هتبقى ليها كلاس، والكلاس دي هتكون كارد لينك. كارد داش لينك اهو تمام كده، وهتبقى واخده كارد اللينك تمام كده، وهتبقى واخده اتش ريف على مفيش اتش ريف عشان ما تطلعش بره اتش ريف على مفيش. اوكي طيب الكارد لينك دوت هتحط فيه اي حاجه انت، وليكن باقي الاصناف بالعربي، باقي الاصناف. اوكي وهنحط كارد لينك تاني، انكور تاني، كنترول سي، نيجي هنا كنترول وفي تمام كده، وبعد هنا هنكتب الى المطبخ. المطبخ اوكي، وادي كنترول اس، وادي اف 12 مرة تانية، وننزل تحت هبص لها عندي الصورة هي
عندي التايتل هنا تمام كده، عندي التكست اللي انا عاوز اكتبه، عندي لستة من الايتيمز موجودة هنا تمام كده، عندي في الاخر ايه روابط لو انت حبيت تفسح بس شوية الويتس بتاعك برضو ما فيش مشكلة. فبدل ما كانت هنا 18 ريم هنخليها 28 ريم، نشوف نجرب كنترول اس وفي 12 هتلاقي الدنيا ايه فسحت شوية عن بعضها. تمام تمام اوكي. طيب ده عبارة عن كيتشن سينك، والكيتشن سينك دوت عبارة عن صورة مع تايتل مع نص مع ليست جروب مع ايه مع روابط من تحت زي ما انت ايه زي ما انت عارف. اوكي. طيب ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ في حاجه اسمها الكوتس او الاقتباسات، حاجه اسمها الكوتس او ايه الاقتباسات. تعالى نعمل كوتس او اقتباسات عن طريق الكروت برضو. هنيجي الديف ديت هنا في الكروس كورد والديف دي في تكست رايت، يعني احنا هنا اخدنا هنا تمام كده. هنعمل بي ار تاج هنا بي ار تاج، والبي ار تاج ديت هتبقى بالشكل ده اوكي، فيها اتش ار تاج تمام. بعد كده هنعمل ديف، والديف دوت هيكون برضو دي كلاس تكست رايت، كلاس تكست رايت داش رايت اوكي. وهنقفل الديف ده تمام كده، عندي الديف ماشي. هكتب له انا هعمل ايه بالظبط دلوقتي، هعمل كود استخدام كارد لعمل اقتباس، اقتباس كود كوتيشن يعني تمام كده. وهبتدي اخش جوه وابتدي اعمل الديف بتاعي. الديف بتاعنا هيبتدي طبعا بكلاس كارد، كلاس كارد اوكي، وهقفل الديف تمام. وجوه الكلاس كارد ده هبتدي اعمل كلاس كارد هيدر ديف كلاس كارد هيدر كارد داش هيدر، واكتب في الكلاس كارد هيدر بلاك كوت هنا، افتح كوتيشن جديد بلاك اهو بلاك كوت تمام كده. البلاك كوت دي هتاخد كلاس بلاك كوت مع ام بي 0 كلاس بلاك بلاك كوت كوت مع ام بي 0 بي 0 هي دي تمام كده. وهقفل البلاك كود ديت واحط كمان باراجراف بي تاج استاذ فيني في 12 نعم. تعال ننزل تحت كده نشوف اللي حصل ايه، استاذ في حاجه ده ثلاثه ولا هو الهيدر ده بس هو مش واخد اي اتجاه تمام. هنحط باراجراف بعد بلاك كود دي كارد هيدر، هنكتب اقتباس اقتباس اليوم ماشي كنترول بس عشان نبقى عارفين احنا رايحين فين. في 12 اهو طلعت كلمة اقتباس ايه اليوم تمام، ودي موجودة فين في هيدر تمام. تعالى نشوف كده نكمل بعد دي، هيبقى عندي باراجراف بي تاج بي تاج، والبي تاج دوت هنكتب فيه انما الامور اخلاق ومقالات الامم الاخلاق بقيت فان ذهبت فانهم ذهبوا. المهم ان انا بحط ما بكت عندي خليها زي كده بيت باراجراف تاج. وبعد كده هنعمل فوتر فوتر تمام كده، والفوتر ده هياخد كلاس بلاك كود فوتر
خلاص بلاك كود فوتر اللي هي دي تمام كده، وهنقفل ديت اتقفلت اهي تمام، وهنكتب فيها مثلا اي حاجه ده الفوتر تمام، هنكتب طفى الزوايدي مصطفى الزويدي تمام زويدي اوكي. وبعد كده هنحط هنا كمان حاجة اسمها السايت، اي حاجة زي الايام يعني كده بس تستخدم مع الحاجات ديت، وهنكتب فيها مصدر ايه بطل اوكي، وهنيجي في الحتة دي وهنديها تايتل برضه مصدر ايه مطلق كده. تعالى في 12 ونشوف اللي هيحصل ايه. بص كده يا جماعه هتلاقي فيه اقتباس اهو تمام كده، انما الامم الاخلاق وما بقيت، وبعد كده حاطط لك كلمه مصطفى الزوايد وبعد كده مصدر ايه وطلع. ده شكل الاقتباس اللي هو بيعمله ايه الكارت، ممكن ما يكونش حب قوي بس هو شغال يعني. اظن البلاك كود مش هنا، ده البلاك كود بعد القصه دي كلها، خلي دي تحت عليه بعد الفوتر كنترول اس. تعال نشوفها تاني كده في 12 المفروض تظبط اكتر كده يعني مش كتير قوي ماشي. المهم ان هي دي البلاك كود اللي هو بيعملها بالشكل ده، والاقتباس بيعمله بالشكل ايه بالشكل ده. طيب في تاني ان انت ممكن تتحكم في المحاذاه عن طريق التكست رايت والتكست ليفت والتكست ايه سنتر. تعالى اعمل كارت بسيط كده وتحكم فيه في المحاذاه. تعال هنيجي هنا هنعمل بي ار تاج، وبعد كده هنعمل اتش ار تاج، وبعد كده هنعمل ديف، والديف ده هيكون دي كلاس تكست رايت اوكي. وبعد كده هنحط باراجراف هنا نعمل نشوف هنكتب فيه ايه. بي تاج وهنكتب فيه تحكم فيه تحكم في المحاذاة تحكم تحكم في المحاذاة اوكي تمام كده تمام ماشي. هنعمل كارد بسيط يعني يحتوي على مثلا هيتر ويحتوي على تكست ممكن يحتوي على بطل ديف دي كلاس كلاس ذات باكارد اوكي، واقفل الديف دوت وبعد كده هبتدي اديله
ديف تاني والديف ده بليه كلاس، والكلاس دي تبقى كارد هيدر، كارد داش هيدر اوكي تمام كده. وهكتب فيه مثلا لاعب بلاي ستيشن توني ستيشن اوكي، وقفل الديو ده تمام كده. عملت كارد هيدر، وبعد كده هبتدي اعمل كارد بودي كلاس ديفاس دي كلاس كارد بودي اوكي. وجوه الكارد بودي دوت هبتدي اعمل كارد تكست اتش 5 وهحط فيه مثلا كلاس كارد تايتل كلاس كارد داش تايتل، والكارد تايتل دي هتاخد كيف تلعب الجيمز، كيف تلعب جيمز اوكي ده الكارد تايتل. وجواه هيبقى عندي برضه كارد تكست ديف كلاس كارد تكست داش تكست اوكي كارد تكست تمام. وفي الكارد تكست دوت هقول له اشتري اشتري العاب من سوق امازون والعب بيها على جهاز الكمبيوتر، العب بيها على جهاز الكمبيوتر اوكي تمام كده تمام. ده اللي هو الديف كارت كيست. طب نخلي بيه افضل وده التكست مفيش مشكلة تمام كده. طيب بعد كده ممكن تديله اتش ريف مثلا على هيد بوتوم مزيد من اللعب. تعالى كده نقول اتش ريف هنعمل انكور بيتش ريف على مفيش تمام. بعد كده نجيب كلاس والكلاس ده تكون بي تي ان بي تي ان، وبعد كده بي تي ان برايمري بي تي ان داش برايمري يعني اهي تمام كده تمام. وبعد كده نقول له مزيد من الالعاب، مزيد من الالعاب مزيد من الالعاب اوكي كنترول اس وادي اف اي اف 12. كيف تلعب الجيمز؟ اشتري العاب من سوق امازون والعب بها على جهاز الكمبيوتر. مثلا دي مش عجباني فاحنا نخليها مثلا نشوف نعمل باراجراف افضل، نشوف باراجراف افضل في القصه دي ولا لا. نادي دي نخليها بي تاج بي تاج، دي هنخليها بي تاج. تعال نشوف كده كنترول اس في 12 في تغيير كويس تمام كده. يبقى كده عندي هيدر وعندي كيف تلعب الجيمز، اشتري الالعاب من سوق امازون والعبها على جهاز الكمبيوتر، المزيد من ايه؟ من الالعاب. ده عباره عن ايه؟ عباره عن لينك، وده كله عباره عن ايه؟ كارد. تعال نجرب مع الكارد نفسه على حكايه التكست تكست سنتر والتكست رايت والتكست ليفت. تعال نشوف كده، نكتب هنا تكست سنتر
تكست داش فلتر كنترول اس F12. اللي حصل ان التكست كله اصبح سنتر بما فيه كل حاجه. طب طبعا حطيتها فين؟ في الكارد. طب تعالى نخليها تكست ليفت. تكست داش ليفت اهو كنترول اس F12. هبص لها اتجاه المحاذاه بتاعتك ناحيه ايه؟ الشمال. يبقى انت ممكن تتحكم في المحاذاه عن طريق تكست رايت، تكست ليفت، تكست ايه؟ تكست سنتر زي ما انت ايه؟ زي ما انت عاوز. انا ارجعها تكست سنتر افضل. تكست سنتر كده جبتها فين؟ في المنتصف. بكده كنا خلصنا الحلقه دي النهارده، اتعرفنا على الكيتشن سينك اللي هو دوت، هنعمل صوره مع تايتل مع تكست مع ليست جروب مع روابط من تحت، وكمان اتعرفنا ازاي نعمل اقتباس. هو شكله مش حلو قوي بس هو ماشي يعني. وازاي كمان نعمل تحكم في المحاذاه عن طريق تكست رايت وتكست ليفت وتكست ايه وتكست سنتر. وبكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، وان شاء الله نتابع في حلقات قادمه. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي، مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.